اللي هو الأستاذ عبد الحكيم العمار الخالدي. نعم نعرفه سابقاً، كان الراشد. بالاسم نعم، كشخص لا. أعرف الأعضاء المرشحين حالياً فقط. أعرف يعني بعضهم طبعاً. سعادة الأستاذ عبد الحكيم العمار يعني غني عن التعريف. لا. رئيس الغرفة التجارية عبد الحكيم عمار. الحنين لا. لا. أعرف واحد ومن أقربائي هو. لا والله للأسف، لكن نتشرف نتعرف عليه. حاليا لا ما أعرف.